خلينا برضو واحد بيتكلم عن اللاعبين نروح للاعب محترم وملتزم وموهوب. انا من الناس اللي بتعشق لعب محمد مجدي قفشه، بعيدا عن الشاشه وبعيدا عن اي حاجه، انا كمشجع بحب محمد مجدي قفشه وطريقه لعب محمد مجدي قفشه، لانه من اصحاب الخلق الرفيع كمان. بالمناسبه قفشه من الناس المحترمه جدا. فقفشه نجم القضيه ممكن طبعا، بصمته واضحه وظاهره الحقيقه منذ انضمامه في النادي الاهلي لغايه دلوقتي، مؤثر ودايما بيبقى مؤثر بشكل ايجابي مع فريق النادي الاهلي. بتيجي اوقات لعيب كره القدم دايما بيبقى كده، اوقات بيبقى تحت واوقات بيبقى فوق. الله يرحمه كابتن محمود الجوهري، لما ما كنا بنقعد معاه واحنا صغيرين ونساله انت عايز اللعيب يديك كام من 10 يا كابتن جوهري طول السنه يعني، قال لك انا اللعيب اللي يديني ماتش 10 من 10 والماتش اللي بعده يديني اقل من 5 انا مش عايز اللعيب ده، انا عايز لعيب يديني 6 أو 7 أو 8 طول السنه، ولكن ما يدينيش ماتش 10 من 10 والماتش التاني 2 من 10. عايز لعيب بيديني مستوى واحد يعلى وينزل شويه وبعدين يعلى وينزل شويه. كره القدم هي كده. قفشه وغيره من اللاعبين، قفشه زيه زي اي انسان، او مش اله، محمد الشناوي مش اله، محمد عبد المنعم مش اله، رامي ربيعه مش اله، ياسر ابراهيم مش اله، كلهم انا بس عشان ما انساش حد، كل اللاعبين مش الات. بيجي وقت وهيبقى محتاج ان هو يبعد عن الكره خالص، تركيز وعضلات كل حاجه، لازم ابعد عن الكره، لازم، تعبت ذهني تعب. قفشه زيه زي اي لعيب، مستواه بيقل، وجمهور النادي الاهلي جمهور واعي ومحترم بينتقد باحترام وبادب، انتقد فتره من الفترات، ولكن قفشه كان ملتزم وكان مقدر كل ما هو ينتمي للنادي الاهلي. وقفشه من نوعيه اللعيبه اللي كل جمهور النادي الاهلي بيحبها. كمان هو لعيب رايق الحقيقه كده، انا بحب الباصات ثرو باسز اللي بيعملها، بيعمل حاجات حلوه جدا يعني، كلها ممتعة، ومن اللاعبين اللي جمهور الأهلي بيحبهم واللي بينزل الملعب عشان يستمتع بكرة القدم. تألق الحقيقة مع النادي الأهلي تحت قيادة فايلر ومن بعده موسيماني، وحاليا بيتألق مع مستر كولر. قفشة جاب جون امبارح رائع في شباك الداخلية، ووجهة نظري ان هو عمل اسيست اروع من الجون الحقيقة.